السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين. اول يوم العيد طبعا بصور لكم الفيديو ده، بس مش عارفة هنزله النهاردة ولا انزله امتى. المهم بصور لكم الفيديو ده اول يوم. بصوا يا جماعة، اول يوم العيد احنا بنطلع بسرعة بسرعة كده نحط الاكل للطيور، ما فيش وقت بقى ننظف ولا نعمل، نحط لهم الاكل ونسيبهم كده. انا اسفه بس على المنظر، ايه ما نظفتش النهارده بصراحه ربنا، فقلت اطلع بسرعه اكلهم عشان ما ينفعش ايه ما ناكلهمش. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ميتين من الجوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده البط بتاعنا يا جماعه اهو، بصوا احجامه بقت ما شاء الله، يعني هتلاقوهم كلهم قريبين من بعض ما شاء الله. بس طبعا المسكوف، اللهم صل على النبي، بصوا ده اللي هو المسكوف اللي هو الخليط يا جماعه، يعني فيهم بصوا هو كله مسكوف الخليط، بس فيهم مدي على بلدي شويه عشان الام بلدي، وفيهم ايه باين ان هو تحس ان هو مسكوف سادس صافي يعني. بصوا بالاخر هو ده ايه، الاب مسكوفي والنتاي ايه بلدي، يبقى ايه خليط البط الخليط المسكوف اهو ما شاء الله. وطبعا معايا الفراخ بتاعتنا حاجه زي الورد ما شاء الله. تعالوا بقى نقلب لهم الاكل ايه مع بعضنا كده بسرعه ونشوف احنا جايبين لهم ايه. ده الاكل العادي اللي انا بحطه لهم كل يوم اهو. بصوا ننزل بس الطبق، اللهم صل على النبي اهو. ده الطبق ده يا جماعه، بصوا تشيشه على حبه علف على حبه رد على ايه بقى. بصوا بصوا انا عجنا لهم عيش قد ايه تحت اهو ما شاء الله، عجنا لهم عيش كتير عشان يشبعوا. العيش يا جماعه والرده بتساعد جدا، يعني بتساعد على طول ان هي تشبع، وفي نفس الوقت مش وحشه يعني بتخليهم يكبروا ويبقوا كويسين برده اهو ما شاء الله. كل ما بيكبروا طبعا بنزود الكميه، كل ما بيكبروا بنزود الكميه. ليه بقى؟ عشان بياكلوا اكتر. تعالوا بقى نحط لهم كده الصاج عشان يروح هناك بعيد عني شويه. ان شاء الله هيجي في وقت مش هنحتاج للعلف خالص باذن الله، بس احنا زي ما بقول لكم احنا بنحط ايه كميه قليله منه عشان ما نحرمهمش خالص. دي رد على العلف على الدشيشه يا جماعه. بصوا عامله لهم ما شاء الله كميه حلوه، والبط بياكلها والفراخ بتاكلها، كلهم ما شاء الله بياكلوا منها، واحجامهم مش وحشه جميله جدا ما شاء الله. اللهم بارك اهو. حط لهم هنا كمان شويه، اللهم صل على النبي. حسب بص انت حسب ما تعودي البط بتاعك. على فكره البط لو ما عودتيهوش على العيش وعلى الاكل ده من صغره، هيجي لما يكبر ما يرضاش ياكل الاكل ده خالص. اللهم صل على النبي. انا طالعه لهم طبعا متاخر عشان برضو انتوا عارفين ايه، يعني يوم العيد ده بيبقى في ناس جايه لك، انت رايحه عند ناس، فما بيبقاش في وقت خالص يعني. انا بحط لهم الاكل بصوا برميه بسرعه كده واروح نازل، بطلع بقى تاني بعد كده ما الاقيش ما شاء الله قدامهم خالص. يعني بصوا البط ما بيخليش والفراخ ما بتخليش، ليه بقى؟ احنا عودناهم على الاكل دي من صغرهم اهو، فهتلاقي البط ما شاء الله احجامه حلوه ومتعود على الاكل ده، مش ما بيتبطرش بقى على الاكل وما بيبقاش عاجبه بقى الرد على البتاع دوت، لا على الدشيشه على العيش لا بياكلها. عوديه، والعيش يا جماعه حلو جدا والله، العيش حلو جدا. هو يعني بيسمن شويه بس مش مشكله، هو اهون من ايه ما نشتري علف ونكلف نفسنا. اللهم صل على النبي اهو بياكلوا كميه حلوه اهيت. فريق هنا الناحيه دي اهوت، وفريق الناحيه الثانيه بياكل اهو. اللهم صل على النبي. اقربهم لكم جنب بعض عشان يبقوا واضحين لكم اهو. حبيت بس اعمل معاكم الفيديو ده النهارده عشان مش عارفه بقى بصراحه هلحق انزله النهارده ولا لا، عشان والله عندي النهارده دوشه كتيره كده، عندي ايه ناس جايه لي والدنيا مكركبه عندي بصراحه ربنا، مش مكركبه في البيت يعني، بيبقى هيصه كده ما شاء الله. ربنا ما يحرم حد من حبايبي يا رب. اللهم صل على النبي. حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين، والايام اللي جايه يا رب تكون كلها افراح واعياد وايام جميله، وكل واحد يفرح بولاده يا رب، وكل واحده تفرح بولادها، وكل سنه وانتم طيبين.
طبعا انا مسيبه دول على السطح اهو، دول خرجوا من ورايا. بصوا خرجوا ازاي، سايباهم مع ال، مش مسيباهم، هم خرجوا من ورايا وانا قاعده. ثلاث بطات دول، اتنين اهمت واحده هناك اهو. طبعا انا سايبه الفراخ دي على السطح على طول عشان مفيش مكان ليهم بقى في الاوض دلوقتي، فمسيبهم ايه على السطح كده. بصوا اهو الدكر، بص بيلعب معاها، مش بيعضها، هو بيلعب معاها. هي تستاهل عشان طلعت اهو، ما يدخلوا تاني اهو. بصوا جايين فين، جايين من ورايا وداخلين تاني اهو. يلا ادخلوا شاطرين، يلا دخلوا جريوا تاني، هيجوا دلوقتي. المهم اكلت البط الصغير اهوت وحطيت له اكله، والبطتين الصغيرين ما شاء الله تمام اهم، يعني واصلينهم ما شاء الله، بياكلوا بيتعاملوا معاهم، ما بيتغابوش عليهم ولا بيضربوهم ولا اي حاجه الحمد لله. كنت خايفه جدا اللي موتوهم عشان دول صغيرين، حجمهم صغير. بص الهواء عمال يخبط ازاي، الخشبه اللي هناك دي عماله تخبط خبط جامد قوي من الهواء. حبيت اعمل معاكم فيديو سريع كده اعرفكم بس ايه النهارده حطينا اكل ايه، هو الاكل العادي بتاعنا. واللهم صل على النبي، قلت اوريكم من البط ايه احجامه ما شاء الله بتزيد على الاكل دوت يا جماعه ما شاء الله، يعني بصوا زياده ملحوظه ما شاء الله، اللهم بارك. يعني طبعا انا كنت جايبه كميه عيش فقربت تخلص عندي، فان شاء الله بعد ما اجازه العيد تخلص بامر الله اروح تاني اشوف الست اللي انا جبت منها دي عندها عيش تاني ولا لا، نجيبهم ونخليهم في البيت. لو قدامك حد بيبيع عيش هاتيه وخليه في البيت، مش هيخسر والله، مش هيخسر وهيريحك في اكل الطيور، واوفر بكتير من اي حاجه تاني، اوفر من الدشيشه واوفر من العلف واوفر من الرده كمان. الرده بقت ب 13 جنيه دلوقتي. حبايب قلب ام نسمه كل سنه وانتم طيبين. دي الفراخ بتاعتنا البلد، اللهم صل على النبي، ديكم شايفين احجامها يا جماعه اهو، انا بصورهم لكم كل مره بقول لكم دي الفراخ بتاعتنا والبط بتاعنا عشان تشوفوا معايا الحاجه بتزيد معانا ولا واقفه. ما شاء الله احجامهم حلوه والاكل عادي، الاكل موفر جدا. يعني بصوا احنا حاطين، انا حاطه الاغلبيه الكتيره للرده والدشيشه والعلف نسبه قليله جدا، والعيش يا جماعه. يعني هتقولي لي طب ما انت حاطه رده ما تحطيش، هو الرده بديل للعيش برده، بس انا بحط الاثنين بصراحه ربنا عشان الطيور تشبع، لكن لو حطيت رده بس مش هيشبعوا، فبحط من اللي عندي، بحط منه. لو عندي رده واحده هحطه، عندي عيش لوحده هحطه برده. المهم ايه نسبه العلف دي اللي احنا بنحطها، الحاجه البسيطه دي ما نمنعهاش عشان بس ايه ما نحرمش البط بتاعنا ويجي له، احنا عايزين دلوقتي نهتم بيه عشان ما يجيلوش افتراسات، وبعدين نهتم بيه عشان مرحله التريش بتاعت الجناح وبتاعت الديل، البط بتاعنا يريش والريش بتاعه الصغير ده ما يسقطش كده ويبقى ظهره عريان. اللهم صل على النبي. بصوا طبعا هم مبهدلين ليه كده بقى، عشان تحتيهم عايز يتنضف، هو تحتيهم مش متسخ قوي، بس انا بصراحه ربنا ما عنديش استعداد النهارده انضف خالص. النهارده عيد يا جماعه بقى، ما ينفعش النهارده ننضف ايه، يعني انا منضفه امبارح تحتهم يوم الوقفه امبارح، بس هم عايزين كل يوم والله. ده انت لو عايزه، لو الواحد طال ينضف لهم مرتين لا ينضف، عشان هم بيبهدلوا بصراحه تحتهم على طول.